لا أجيب إن شاء الله عن سؤالين فقط. لك ورقة فيها أسئلة ولكنها تحتاج إلى مراجعة. إن شاء الله أجيب عن هذه، تحتاج إلى مراجعة. وهذه قول: كيف يمكن لطالب العلم أن يطلب العلم رغم أنه في عصر انتشرت فيه الفواحش وكثر فيه الزنا وهو لا يزال شابا، فكيف يجمع المتضادين؟ لما أوجب الله تعالى التعفف لم يجيبه فقط في حالة دون حالة. فإذا كانت الفواحش قد كثرت والزنا قد كثر، معنى ذلك أن الأجر سيكون أكثر، ومعنى أن المجاهدة ستكون أكثر. وإذا كان الإنسان طالب علم فهذا الملاذ، لأنك حينما تكون طالب علم تسمع هذا الكلام وبالتالي فأنت تنزجر. إذا لم تكن طالب علم هي المشكلة، إن الذي لا يطلب علما الآن يجي سنة المحاضرة ولا يجي سنة خطبة ويمشي حاله، وليس له مع المسجد على العلاقة إلا هذا. من أين تأتي هذه المعاني؟ فطلب العلم هو العصمة في الحقيقة، هو الذي يمسك الإنسان ويجعله يعرف حدود الله. فلذلك ننصح كل طالب علم، كل شاب، بأن يطلب العلم. فإذا طلب العلم فإن العلم هو الذي يجعله في الوضع الصحيح ويحسن، حينئذ يحسن الاختيار. هناك في علم النفس شيء يسميه علماء النفس بالإعلاء، معناه بعض علماء النفس لا يتحدثون فقط مع الشباب المسلم، يقولون إن هنالك غريزة، هذه الغريزة غريزة جنسية، يجب الإنسان أن يعلي من إرادته ليتغلب عليه. أولا لابد أن يكون له شيء آخر يشتغل فيه، لأن الأشياء التي تعكف عليها وتتأملها وتكبر في نفسك. فأنت مثلا إذا لم يبقى الوقت الكبير وقت الفراغ، فتملأ العلم وقتك بالعلم، ثم تملأه بالرياضة، تملأه بالحديث مع الأصدقاء الصالحين، فتجد أن مساحة الفراغ عندك تقل، وبالتالي فضغط الجنسي عندك يقل. ثم إذا أنت كنت تشتغل، وهذا ينصح به الآخرون، كنت تشتغل وتدرس وتبحث وتقرأ الكتب وكذا، فغالبا ما تجد في نفسك بعد هذا العمل عناء، وتريد أن تأوي إلى الفراش لتنام، لأنك أساسا متعب. لكن حينما تكون فارغا وتذهب إلى الفراش في وقت وأنت ليس بك حاجة إلى النوم، وحينما تديم تطيل الجلوس في الفراش أو البقاء في الفراش، تطوف بذهنك كل الأحلام الجنسي وغير الجنسي، وبالتالي فيكبر الجنس في نفسك. وهذه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما هو أهم من هذا، وهو الصوم. يا معشر الشباب، عليكم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن استطاع فعليه بالصوم. الصوم لأنه يملأ الإنسان بروحانية خاصة، مش لأن الصوم كما يقولون أنه يضعف، بعض الناس يقول الصوم يضعف الطاقة، هذا ما نقولوش له، هذا ديال هذا الفهم ماشي صحيح. الصوم لا يضعف الطاقة، ماشي يضعف الطاقة، يضعف الطاقة الارتباك في النظام الغذائي، في نظام النوم. الناس فعلا في رمضان يصبحوا مكرفسين، ماشي للصوم، لا مازال ما صامش هو، اصبح عند 9 بعدا مضر. لان اذا كان الصوم فوق يبان فيك اثر الصوم، حتى العشيه انت غير قبيله انت تسحرت، راك عندك 3 سوايع ملي تسحرت، والصباح تصبح كاع مدوخ ومكرفس وعينيك ما بغيش تحلو، واش هذاك الصوم ولا النعاس؟ هذاك النعاس ما نعسش مزيان، ماشي الصوم. ما الا كان اثر الصوم غادي يبدا لك فيك حتى العصر تقريبا يبدا فيك الضعف، لان الجسم ديالك اما تراك مازال معمر، واش عندك؟ لو كان كنت نعس مزيان كاع ما تشعرش، ويمكن بعض المرات ما تكونش انت صايم كاع، وتبقى في الصباح ما فطرتش وتبقى مزيان، تنوض الصباح وشغلت شغلت ولا مشيت للمدرسه بسرعه، ما كنتش ما جبرش الوقت باش تفطر ومشيت تخدم وما ضعافيت ما والو، لان كنت نعست. ولكن انت الان خارج من راسك باللي كما بتسهران وكذا وكذا. فالصوم الحقيقي ماشي لانه يضعف كما يقولون الطاقه، الصوم يملأ الإنسان بحياة روحانية جديدة، تشغل هذا الفراغ في نفسه، وبعد المساء مثلا وإن كان يتغدى ويستعيد قوته، لكن الروحانية لا تذهب، هو مما يستفيد. ولذلك أنا أقول بأن شوف هذه القضية أنا أكدها دائما وتحدث عنها دائما، وهي قضية طلب العلم. نتمنى إن شاء الله من شبابنا أن يصير متعلقا بالعلم وراغب في العلم ومتمسكا به بكيفية قوية. أنا الآن أتكلم بوضوح، أرى في الناس فتورا كبيرا في طلب العلم، حتى
طلاب العلوم الشرعيه ماشي هما داكشي اللي يتكلموا علينا، ناس شويه وشويه وصافي. طلاب العلم هما من ندخل للمسجد واجدوا ثلاثه ولا اربعه ديال الطلاب يجلسون في زاويه يقرؤون، هادو طلبه العلم هادو كلهم ثلاثه ولا اربعه يقراوا كتاب، سردوا غير القوانين الفقهيه، سردوا واحد كتاب من ريثما يكون عندكم العلماء، ريثما تكون عندكم، ثم انتم عندكم علماء لماذا لا تتحدثون مع هؤلاء؟ لماذا لا تنهضون؟ لماذا لا يجب ان نحدث نهضه علميه كبيره. الان ما نراه الان كثيره لا يتحدث عن العلم، يتحدث عن عاطفه، يتحدث عن شيء يؤدي بالمسلمين في نهايه المطاف الى خساره كبرى. اذا لم يعول المسلمون على العلم ولم يهتموا بقضيه العلم ولم ينشروا الكتاب فلا شيء. انا بعد ما اتساءل مره نسول على شيء، كم تقرا من الجرائد عندنا؟ بعض الجرائد تاتي بعض الجرائد في وجده كامله، تعرف شحال كاين جريده، شحال جبرت فيها شحال 19 نسخه في مدينه كامله في 400,000 كاين، معناها هذه مؤشرات. الان الكتب، هناك كتب رائعه الان تخرج، كتب ممتازه ويكتبها العلماء بحرص وكذا، ويجي تشوف ان بعض الكتاب يمكن توصل للمدينه في 10 ديال النسخ ما تنباعش، ما كانش اللي يشري. يعني الناس الحمد لله علماء بلا علم بلا تعلم، ولكن كيقول له الناس، لان الناس ما بقاش عندهم من هو العالم، من هذا افتوني في رؤياي زيد ان كنتم شوف هذا قديم عفريت، هذا افتوني في رؤيا ان لا تعرفوا الرؤيا ما تعرفوش ما تبقاوش تخربقوا عليا، ان كنتم للرؤيا تعبروا، لا تعرفوا الرؤيا ما تعرفوش تسكتوا. ما بغاش ما ياخذش الرؤيا من غير متخصص، هذا الملك افتوني في رؤيا ان كنتم للرؤيا تعبروا، لا كان عندكم المعرفه ما كانش عندكم تسكتوا ما تجاوبونيش غير هكذا. اذا في الرؤيا طلب التمكن، فنحن لا نسال عن هذا، نسال عن هناك علوم شرعيه، علوم اسلاميه، علوم لا بد ان نعيد اليه الناس من بعد. شوف انا اقول لكم مثلا قضيه اصول الفقه مثلا، الناس ما يقراوش اصول الفقه، هذاك علم ديال العلماء ماشي علم العلماء، هو ينظم الفكر. قراو انتم اصول الفقه، واحد نقول واحد ثلاثه ولا اربعه يكونوا بيناتهم يقراوا اصول الفقه، بعد اللي تختموه غادي يخرجوا بذهنيه اسلاميه رائعه. فما يجيش واحد غدا من غدا يجيب لي الشريعه الاسلاميه يقول لك هذا لا هذا يجوز لان احد هذا حديث صحيح، لان احد الاشخاص راى النبي صلى الله عليه وسلم وساله، كاين شي كتب شفتوا فيها هذا حديث راى احد الناس راى النبي صلى الله عليه وسلم فسال عن الحديث فقال هو صحيح انا قلته، واش تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 15 قرن؟ لما يجي بعض الناس يبغيو يختبروا المسلمين يدير لهم ذاك السونداج ينشروا واحد الورقه راه في هذاك الشيخ احمد كان ناعس في اللي كاع عمره ما ناض دائما راقد في المسجد الحرام وكذا وكذا وكذا، وهذا وراه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيقع كذا، تعرفوا شحال هذا الشيخ احمد هو ناعس ولا ما بغى ينوض كاع، وسيقع كذا وشي كذا، وهذه الورقه تاخذها وتكتبها وتنقلها، هذا قبل ما كانش فوتوكوبي كانوا يطيحوا صباحهم وما ينقلوها، واللي واحد السيد راه نقل هذا وشاف فصار من الاغنياء، ها واحد راه شافها كذا وافتقر، والناس يتيقوا داك الشيء وبقى وتبقى يسوق الناس واش هذا الشيخ احمد، ما تبقى تامن بالشيخ احمد صافي فضينا منك ما بقى تهضرنا معاه. اذا الدجال من يفوت يفوت من هذه الفجوات التي تركها الانسان في عقله. لما تعرف بان الشريعه الاسلاميه اكتملت فين هي؟ ما كملت لكم دينك فرها. هل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الامه من وراء بالاحلام؟ لما نفتحوا هذا الباب الى اين نصل؟ إذا جاء واحد قال لك لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيظهر نبي آخر، يقول له لا يقول لك أنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، واش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقول لك أنت يا هو كمل كل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما. إذا فعلم أصول الفقه ليس علم ثانوي، علم الفكر. أنا ما الذي أرى أسمع بعض الناس لما يتكلموا على الخرافات والخزعبلات والدجل كلهم سببهم أن ما عندهمش عقلية إسلامية. الإسلام عقلية إسلامية، عندهم عقلية خرافية فوضوية، عقلية لا تستند إلى شيء من القرآن ولا تستند إلى شيء من السنة. لذلك العلم لا بد، والشهوات هذه العلم هو الذي يعين إن شاء الله على التغلب عليه.